لسه ابني ما عملش عمليه، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ احنا بنتكلم بشكل عام عشان يبقى احنا وصلنا للهدف المرجو من الايه؟ من القعده بتاعتنا النهارده. يبقى احنا قلنا اول حاجه نعملها نعمل ايه؟ ان احنا لازم نعقد ونتعقل ان ابننا ده امانه يجب علينا ان نحافظ عليها وان نسلمها للمجتمع سليمه، سليمه ذهنيا وصحيا وبدنيا. متفقين؟ قلنا ان احنا عشان نعمل ده لازم نعمل خطه صغيره كده. زي ما انت حضرتك يكون عندك عزومه بتقول انا جاي لي 10 افراد يبقى لازم اجيب فرختين عشان اقسمهم على خمس اجزاء عشان ايه؟ اكفي ال 10. مظبوط؟ دي اسمها خطه. دلوقتي اعملي خطه وهتعملي محشي قد ايه وهتجيبي رز قد ايه وهتجيبي خضره قد ايه؟ بتعملي الحسبه دي صح؟ دي بقى في العرف بقى الجماعه اللي هم المتفرنجين بيسموها بلان او خطه. انت بتعملي الخطه دي في البيت. يبقى مهما كنا احنا مستوانا ايه؟ فكرنا ايه؟ تعليمنا ايه؟ ابدا احنا فرد وفرد مفكر. ربنا ما قالش ان هو اللي بيفكر بس المتعلم والتاني مش مفكر، لا. انت ممكن تكون قصرت في حق نفسك فبالتالي تفكيرك هيكون شويه في افق ضيق، لكن عشان ما اتعلمتش، ولكن ما زلت تفكر. فاهمنا؟ النقطه الاخيره اللي عايزين نوصل لها ايه؟ ان احنا عايزين ناخد طفل يكون يندمج بشكل جيد جدا في المجتمع. الاثار السلبيه بقى اللي هي بتيجي عند الطفل لسه المعاق اللي عنده الشفه او الشق الحرفي، ايه اللي بيحصل؟ طبعا انتوا عارفين التخاطب بيبقى فيه مشكله، السمع ممكن يبقى فيه مشكله، المظهر طبعا العام الشكل الخارجي فيه مشكله. اخطر حاجه بنخاف منها اللي هي بنسميها اكسبتنج سيلف او تقبل النفس ليه هو. وهذا التقبل لن يتاتى الا اذا حس ان اللي حواليه متقبلين هم. حتى احنا في علم النفس بنسميها للكبار اللي زي حالاتكم كده يقول لك اكسبت هم، يعني ايه؟ اقبلي جوزك زي ما هو. هو انت جاي ماسكه ملقاط عماله تلقطي فيه العيوب عايز ترميها؟ الاكسبتنس ده هو اعظم شيء ممكن انسان يديه لاخر. تخيل حضرتك كده بالظبط، يعني هو انا ليه مش انا شرحت لكم اول ما دخلت على الورق الصغنن دوت لما جيت؟ هي يعني البدايه عباره عن ايه؟ اي اكسبت هم، انا لما خدت ايدي كانت كده وبديله البيبسي، بايده كانت كده وبديله الميه، هو حس بالالفه دي بس هو مش مصدق. ليه؟ اكيد في غيري كان مش مديله الاحساس ده. فهمتوا الفكره عامله ازاي؟ فالنفور اللي بيحصل ده هو اللي بيخليه عنده حته عدم تقبله لنفسه، وهو ده اول سبب للعدوانيه لما جه خبط عليا بالايه؟ بالمقص. بالمقص. هو مش قصد المقص، يعني هو لا يعي المقص. عشان كده قلت له مقص او مره قالت المقص، هذا المقص ما قصدش حاجه، هو مش عنيد يعني مش شرير. فاذا اول حاجه ناس عليها ايه؟ ان نساعده يتقبل نفسه. من اول يوم شفت هذا العيب. طبعا احنا بنقول دايما ان احنا نواجه في الامور حتى احنا كبار كده ما بنعرفش نعملها. ليه جاي من الشغل بينفخ على الكل. مش عارف يفصل. لا هو جاي من الشغل داخل البيت ازاي يبقى اهدى. فبيولع البيت حريق. يا عم طب ما في ناس وفي اولاد موجودين جنبهم، ايه دول؟ قاعد يقول لي طب انا عامل ايه يعني؟ طب انا كمان ضغوط الحياه. قلت له طب تعالى عملنا تجربه لطيفه جدا. قلت له امسكي يا دكتوره وشك امسكي وزنها قد ايه الكوبايه دي بتاع دي؟ وزنها تقريبا 300 جرام ربع كيلو 300 جرام حضرتك راجل بسم الله ما شاء الله كده 300 جرام دول تعرف تشيلهم كده قد ايه؟ لمده قد ايه؟ 300 جرام قد ايه يعني ساعه؟ يوم يومين طيب بعد اذنكم بس انا نص ساعة عمل تجربة كده دقيقتين ماكسيمم 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 ربع ساعة ربع ساعة لو كده بربع ساعة انا مسكت لو ربع ساعة لا حاجة اتفضل مسكت مش هكمل سبع دقايق انت عمل كده كده لا فريدها كده بس مش سبع دقايق مش هيكمل القصد من الكلام ده طيب لو قلت لك بقى يعني ده بيقعد يومين صح؟ طب لو قلت لك كمان بقى خليها كيلو تقول لي لا يعني يوم اقول لك طب لو خليها 2 كيلو تقول لي لا ده نص يوم يبقى كده فاهم قصدي؟ طب الافضل من كل ده ايه؟ اهي انا مسكه كده اهي احطها طب انا هوحي نفسي ليه؟ تحطها استفدت ايه؟ يعني سقف لك براحتك سقفوا لك يا جماعه سقفوا لك والله سقفوا عارف معنى كلام ايه؟ اللي عايز ينتصر في الخناق اللي بينهم الست ولا الراجل؟ سقفوا لك وبعدين؟ يومك بقى اسود، يومك بقى مش عارف
انتوا الاثنين بنتوا مش طايقين بعض. طبعا غضبت عليك ما عملتلكش الاكله اللي كنت عايز تاكلها، هتطلع الاكله مش ملهاش طعم، صح يا ستات ولا ايه؟ يا ستات مش المفروض ده لو اتعملت الاكله لا ما وحش صح؟ مش معنكش ده لو اتعملت ده لو اتعملت قصدي من الكلام البسيط ده ان احنا نعمل المسألة نعم واول امبارح بتكلمي في تويت عشا بره قبل ما تيجي انا مع حضرتك طيب برضو قصد كلامنا ان المقصود ما حدش هيطلع في الحاجه ده اول امبارح كانت تونه يقول لك لو سالت اي بني ادم اي بني ادم في الدنيا انت موجود تونه الطبخ يا جماعه يعني بالنسبه لي اوكي نسالها كده مع بعض يعني كده لما نروح وليه لما نروح من دلوقتي انت اي حد يقول لي هو هنا النهارده ايه لا عشان عشان نستفيد من على زي انا عايز تطلب شخصي مني رجاء يعني من اخوك الكبير او صغير انا عايز العشر ثواني اللي طلبتهم من حضرتك عشان ايه نص سوا ما كملتش حاجه عشان لازم اكملها عشان تفهموها كويس قوي احنا قلنا ان الفص الامامي ايه مسؤول عن اتخاذ القرار الايه اللحظه طيب ليه بقى الراجل اللي بيطلع ويخبطني وبشتمه وبعد شويه برجع لصوابي تاني عملت ايه فتحت قناه كده اسمها مش قناه ستاتس لا ده قناه ثانيه قناه وهميه فيرتشوال اللي بتخش من هنا تطلع لورا ايه ورا هنا في ايه في حاجه اسمها ربنا ده اسمها القيم القيم الانسانيه دي عباره عن ايه يا شباب على ايه الدين والاسره والكارير والفلوس والعمل ها والصحاب دي اسمها القيم ايه القيمه اللي بتحركك انا كنت الجماعه الدكاتره الكرام اللي عايشه بره عارفين ان مثلا يجي الاجنبي يقول لك ايه لما الدنيا تضرب على الارض ماليش دعوه بيك انت بتاع بيت وكمان لو انا بعمل داخل على عمليه وابني مش عارف حصل له ايه او مراتي مش عارف حصل لها ايه لازم اشوف زميلي يجي يحل محلي واروح بيتي نمره واحد مش بحث الدكاتره ما شفتوش حاجه زي كده ولكن فاميلي نمبر 1 اهم حاجه عندنا الفاميلي يعني ايه بقى؟ يعني اي قرار اي قيمه عندي نمره واحد ايه الدين اسره فلوس اللي بيحركني فكله طبعا احنا قاعدين في القاعه يقول لك ايه الدين صح اهم حاجه عندنا الدين نمره اثنين فاميلي اسره ودي قاعده 20 سنه في الخليج وسايب اسرتها عشان القناه دي مقفوله لان هو خد القرار وبعدين راح وعوقه وعمال يقطع ظهره فانا اللي انا عايزه منكم ان احنا نفتح القناه دي قبل ما ناخد قبل ما نجاوب في حياتك كلها يعني فلان ده بيقول لي كلمتين هينرفزوني عصبوا ابني او الثاني على ابني انا همي دلوقتي ان انا اتخانق واعظم المشكله عند ابني ولا هدفي دلوقتي ان انا احتضن ابني الاول ليه بحتضنه الاول قبل اي حاجه سيبك منه انت بحضني انا موجود جنبك انا امانك ها أه؟ لان احنا خدنا كده بالتلقائيه وبالسليقه بنعمل ايه؟ الولد يوقع على الكوبايه يتضرب على ايديه وبعدين نشوف الكوبايه فيها ايه؟ مش ده اللي بيحصل؟ يوقع العقاب البنت جايه بتعيط من بره منهاره ده فلان عاكسني واتحرش بيا ما اصل انت اللي مش عارف ايه ما اصل انت اللي قلت القلب ما اصل انت اللي لابسه مش عارف ايه ما اصل انت اللي لبسه مستفز يا ابني لا هي دلوقتي في امس الحاجه لايه؟ الانسان وهو ضعيف وهو مخطئ وهو ضعيف فانت محتاج وانت ضعيف تعمل ايه؟ تحس بالامان يا سبورت فيجب عليه ان احنا نعمل ايه؟ قبل ما اعاقب لازم اعمل احتواء الاول فقبل ما تفاعل على تفاعل شخص معين جاهل مش فاهم ما عندوش وعي ما خدش باله ان هو عنده عيب ها؟ ازاي انا الاول حاجه ده وانا فاهم التاني بره الكلام ده لن يتأتى إلا بالعشر ثواني اللي قلتها لك. لو عملت في الطريقة العادية هتنفعل وهتتخانق.
وهتنسى ان دي ولد لازم تتاخد بالك منه. فهمت قصدي ايه الفكره بتاعت ال ال قبل ما تاخد قرار في ده خد 10 ثواني. وانت خد 10 ثواني قبل ما تاخد قرار في اي حاجه في حياتك. قبل ما تزعلي من صاحبتك، قبل ما تزعل من صاحبك، قبل ما تحب، قبل ما تكره، خد 10 ثواني. هو ده ولا 10 ثواني. قبل ما ننزل رد فعل وقبل ما اقرر حاجتين. قبل ما ننزل رد فعل وقبل ما اقرر. هي بالظبط اللي احنا قلنا عليه، بعد ما تكون عشان ضربني او عشان خبطني واقول له الله يسامحك بعدها بشويه اكون القناه اتفتحت. بس ساعات يبقى ايه بقى؟ يقولوها كده زي ما بيقولوا الاجانب تو ليت. يعني ايه؟ خلاص الوقت فات. اتفقنا؟ اذا النهارده دي من الحاجات في غايه الاهميه ان احنا نتعلمها كقاعده في الحياه عامه. الاحتواء اللي بنقول عليه للطفل دوت محتاج يساعده على الحد الاولاني اللي هو التقبل النفسي. تقبل ذاته. عشان كده يقول لك ايه؟ الانسان الغير سعيد لا يستطيع ان يسعد الى حوله. صح؟ ازاي تبقى سعيد وازاي تبقى ما ينفعش؟ عشان كده السؤال اللي انا سالته هنا ليه؟ حضرتك قلت عشان نسعد اللي حوالينا. وحضرتك قلت عشان اساعد الولد. وحضرتك قلت عشان نتعلم. وحضرتك ممكن تقولي عشان اسمع عجبني الكلام، وفي واحد تاني ممكن يقول اي حاجه. بس اللي انا عايز اطلبه من حضراتكم ان احنا نوصل لقناعه واحده بس، ان الانسان لما بيدور انه يتعب نفسه مشوار ففي تتعب نفس تاكل بست ونزلت ومشيت وركبت مواصله وركبت عربيه تركيب لغايه هنا ليه؟ لازم يكون عندك هدف. لو ما فيش هدف صدقني والله ما كنت حرمت من سريرك، يا دوبك هتصلي الجمعه بالعافيه وترجع تاني تقدم في البيت ولا كان في حاجه. يبقى الامم التي بلا هدف يقول لك ايه؟ تحركها الاحداث. زي اللي احنا فيه بالظبط في بلدنا. نتفاعل. يعملوا لنا بورسعيد نتفاعل مع بورسعيد، يعملوا لنا محمد محمود نتفاعل مع محمد محمود، يعملوا لنا مش عارف ايه نتفاعل معاه، زي الموجه ماشيين كده مش صح كده ليه؟ مش اللي بيحصل؟ مستغربين ليه؟ عشان احنا امه ايه؟ امه بلا هدف. الهدف هو عباره عن امه يعني لازم يكون في قائد وقدوه. هو الحل الوحيد الفوري دلوقتي يكون عندنا قدوه. قدوه يجتمع عليه الناس وهو اللي بقى عنده الرؤيه دي والفيجن دي وهو اللي يحط لنا الهدف ده. من غير كده هنبتدي هيحصل كده كتير. عشان بس تكونوا فاهمين يعني. لكن احنا المفروض الفتره اللي جايه ندور على مين؟ حد قدوه نعتقد فيه ويكون قادر على وضع ايه؟ هدف. لان الهدف بالظبط كده زي ما تكون خارج من بيتك وعارف انك جاي على مستشفى عين شمس التخصصي جنبها كده في مبنى هروح. فانت عارف هتاخد فلوس كام؟ وتنزل فين؟ وهغير بيته ايه؟ او هاخد عربيته وادفع ازاي؟ لكن لو ما عندكش النقطه دي تعمل ايه؟ عمال تلف حوالين دورك. انا بعملها لما اكون لسه مش عارف اروح اقابل صديقي ده ولا اخلص واروح البيت، فبفضل اعمل ايه؟ يا اما اركن. بس انا اتعلمت الذكاء بقى بقيت اركن. اللي هم ال 10 ثواني اللي قلنا عليهم. زي ما كنت بقعد الف كده. اقول ايه؟ لغايه لما اخد القرار. فلو القرار طال شويه عمال اعمل ايه؟ عمال لف عمال يزيد. هو التوهان اللي بيجي للانسان لما يكون ايه؟ مش عارف ياخد قرار. لكن افضل من كده ايه؟ ان انا احط على جنب بقى اهدي بس فلما ابتدي بقى اخد 10 ثواني واخش جوه اطلع القيم واقول ده ينفع ده ما ينفعش الولد ده كويس الولد ده وحش اخده ولا ما اخدوش كده في اختيار شريك الحياه زي ما قلنا مثلا ان هو اساس الدنيا تمام؟ طيب وصلنا بقى لحته ايه؟ الهدف